يرون بي الشوك من كل جنب ولكن أرى الورد والمورد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، يذكر بعضنا بعضا بأبواب العمل الصالح وبأبواب الحسنات التي ينهل منها الإنسان، وبها ترتفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا شهر الإحسان، هذا شهر صلاة التراويح، هذا شهر القرآن، هذا شهر الصيام، هذا شهر الصدقات. رب العزة يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ومع السؤال 13 من مسابقة رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، والسؤال يقول: صحابي جليل سيد من سادات بني حنيفة وملكا من ملوكها، قبل إسلامه آذى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقع في الأسر وجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام عندما عرفه: أأنت فلان ابن فلان؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن أردت المال سل تعط منه ما شئت. فمكث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام بصحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عفى عنه عليه الصلاة والسلام، قال له: عد إلى بيتك وإلى أهلك. فخرج خارج المدينة، ثم عاد إليها شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبعدها توجه إلى مكة ملبيا، فكان رضي الله عنه أول من دخل مكة ملبيا، فكان رضي الله عنه أول من دخل مكة ملبيا، ولم تستطع قريش أن تكلمه أبدا أو أن تمنعه من ذلك. فمن هو؟ رضي الله عنه ورحمه الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، إن أول غيث الندى سأروي به قافلات المدى. نعم، إن أول غيث الندى سأروي به قافلات المدى. وأجعل منه سيول الشتاء، وأجعل منه سيول الشتاء ليغرق فيها حصون العدا. وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا. وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا. أسير وكل ضياء ونور، أسير وكل ضياء ونور، لأني اتبعت نبي الهدى. يرون بي الشوك من كل جنب ولكن أرى الورد والمورد.